عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: خطب علي بن أبي طالب فقال: أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحسن منهم ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلبها فأتيتها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن جلبتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل. هذه رواية مسلم والترمذي. عن أبي سعيد أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا. قال: ثم سأل قومه فقالوا: ما نعلم به بأسا إلا أنه أصاب شيئا يرى أنه يجزئه منه إلا يقام فيه الحد. قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال: فما أوثقناه ولا حفرنا له، فرميناه بالعظام والمضر والخزف. قال: فاشتد، واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا، فرميناه بجلاميد الحرة يعني الحجارة حتى سكت. قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا من العشي، قال: أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، على ألا أوتي برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فما استغفر له ولا سبه. هذه رواية مسلم. عن جابر قال: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. هذه رواية مسلم. عن عمران بن حصين قال: إن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشددت ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ أخرجه مسلم. عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله.
فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزن بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليد والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. أغض يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فعد عليها فاعترفت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. أخرجه البخاري ومسلم والجماعة، وقال مالك: العسيف الأجير. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم. أخرجه البخاري ومسلم والجماعة. عن عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت، فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وليته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. هذه رواية البخاري ومسلم. عن عمر أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، فأتى به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم: اللهم لعنهما أكثر ما يؤتى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول، ثم أعطوهم حقهم، وسلوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. أخرجه البخاري ومسلم. عن عدي بن عمير الكندي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله، أقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل
فليجئ بقليله وكثيره، فما أتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. أخرجه مسلم. عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فتسارعوا إليه، فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون فيها النخل، فقال الأنصاري: صرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير، ثم أنسب إلى جارك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير: اسقي يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله إني لا أحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون. أخرجه البخاري ومسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن يفعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فيما ذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. ومن الرواة من قال: بئر ذروان. قال: وذروان بئر في بني زريق. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها وعليها نخل. قال: ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وأمر بها فدفنت. أخرجه البخاري ومسلم.